الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. الأجل أخاف أن يقترب، الرزق أخاف أن ينقطع، أخاف أن ينزل بي ما لم يقدره الله عز وجل. هذه وأمثالها هي الأسباب الحقيقية لصفة الجبن. الجبن هو الخوف غير المبرر. ما الذي يوجد هذه الصفة في نفس الإنسان؟ هذه التبريرات، وهذه كلها منفية باطلة. أما الأجل، لو اجتمعت البشرية على أن تقرب أجلك لحظة واحدة لا تتمكن. إذا جاء أجلهم
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يريد شخص أن يقدم، لا، تريد البشرية أن تقدم أجلك ساعة لحظة، لا تتمكن. أما الرزق فكالأجل، الرزق في الدنيا بالضبط مثل الأجل، يلحقك. سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لمحمد بن الحنفية يقول: الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك. إذا أنت ما ذهبت إلى ذلك الرزق، هو الرزق يأتيك. إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلب عليه غالب. غالب أي شخص؟ غالب مقتدر، يريد أن يغلبك على رزقك، لا يتمكن. أجلك لا يتقدم، رزقك لا ينقطع ولا يقل، لا يقل، لا يقل ذرة. تخاف أن ينزل بك شيء لم يقدره الله عز وجل لك، إذا كان قد قدره ينزل عليك، إذا كان لم يقدره لا ينزل عليك، واضح بديهي يعني. لماذا الخوف؟ تبريرات الخوف كلها باطلة، تبريرات الجبن. في مقابل الجبن الشجاعة، هذه الصفة الراقية، هذه التي هي من أمهات الصفات الحميدة. عندما نقول أمهات يعني الصفات الحميدة التي تتضمن مجموعة من الصفات الحميدة، هذه أمهات الصفات الحميدة، إحداها الشجاعة، من أمهات الصفات الحميدة، تتضمن على قول بعض علماء الأخلاق 11 صفة حسنة. الاعتدال، تعريف علماء الأخلاق للشجاعة، الاعتدال في القوة الغضبية، هذه تعريفهم، هذه هي الشجاعة. السيد محمد علي الطبطبائي أحد العلماء الذين اشتركوا في ثورة 20، كان إنسانا عجيبا، لا يفهم معنى الخوف. هو كان يقول عن نفسه، يقول: الناس يقولون خفت من فلان، خفت من كذا، الخوف، أخاف، يخاف. أعلم، هو يقول أعلم أن هناك شيء يحصل في نفوسهم، ولكن لا أتمكن أن أدرك، لا أفهم الخوف، لا ألمسه. أعرف الخوف من الله عز وجل ألمسه، الخوف من غير الله لا أتمكن أن ألمسه أصلا، لا أفهم يعني ماذا، ما الذي يحصل في نفوسهم، لا أعرف. ما كان شيء في قلبه اسمه الخوف من الناس، عنده قضايا كثيرة أمام الطغاة، كيف كان يقف وكيف كان يتكلم. الشجاعة، البعض يتصور أن هذه الصفات هي صفات مجبول عليها الإنسان، الإنسان يفطر عليها، هذه صفات تكون منذ الولادة، الشخص يولد شجاعا، هذه الصفات ليست قابلة للاكتساب. لا، هذا ليس صحيحا. نعم، لا شك أن هناك تأثيرات منذ الولادة، بل من قبل الولادة في أيام الحامل، بل من قبل الحامل
الآباء والأجداد يورثون الأبناء الشجاعة. نعم، المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القضية المشهورة عندما طلب من أخيه عقيل أن يخطب له امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد له غلاما ينصر أخاه الحسين عليه الصلاة والسلام في كربلاء، يتبين أن القضية الآباء والأجداد يؤثرون على نسلهم في هذه الصفة في الشجاعة بصورة خاصة في هذه القضية وفي صفات أخرى. الصفات تورث، نعم تورث، ولكن في نفس الوقت هذه الصفات يتمكن الشخص الذي يفقدها أن يحصل عليها بالاكتساب؟ نعم يمكن. يتمكن أن يرتقي فيها الإنسان؟ نعم يتمكن. للآباء والأجداد تأثير وللاكتساب تأثير. شخص من العباقرة من المشاهير، هو كتب عن نفسه في مذكراته يقول: أنا كنت جبانا قل نظيري في الجبن، كنت في دار أبي في العقد الثاني من عمره، ما كان طفلا لا كان شابا، كنت في دار أبي إذا أردت أن أدخل إلى غرفة مظلمة لا أحد في البيت في الدار إلا الأهل فقط، لا يوجد شخص، أريد أن أدخل إلى غرفة مظلمة أخاف إلى هذا الحد. فشكى حاله إلى أمه، علمته طريقة لا علينا بطريقتها، شيئا فشيئا أصبح شجاعا وشجاعا وشجاعا ينقل عنه، طبعا أصبح شجاعا من أشجع الناس قطعا، شجاع استثنائي أصبح، عنده قضايا كثيرة، ينقل عنه أنه كان أحيانا يدخل إلى الغابة في الليل وحده، يأخذ معه عصا سلاح عادي يدخل إلى الغابة، ينقل هكذا الغابة التي فيها الأسود فيها النمور فيها الأفاعي فيها الأخطار، يقال هكذا. أصبح شخصية مرموقة في صفات منها الشجاعة. ممكن الخوف غير مبرر، الشجاعة هي الواقع الأصل الأولي القاعدة العامة الشجاعة. لا خوف إلا في موارد خاصة، يعني الخوف استثناء. هذا ربع حديثنا. الربع الثاني، الشجاعة صفة راقية عظيمة من أمهات الصفات الحميدة. هذه الصفة الراقية العظيمة هي أرضية خصبة لمجموعة من الصفات القبيحة والأعمال السيئة. الشجاعة أرضية خصبة لصفات قبيحة وأعمال سيئة. يعني ماذا؟ يعني هناك صفات قبيحة، هناك أعمال سيئة تتوجه إلى الشجعان أكثر من غيرهم. يعني إذا كان الإنسان الشجاع غافلا غير نبيه غير ملتفت لا يهتم بالصفات التي تعتريه، هذه الصفات تعتريه أكثر من غيره. يعني أجعل شخصين بظروف متساوية، أحدهما شجاع أحدهما جبان، هذه الصفات السيئة تعتري الشجاع أكثر من الجبان. الشجاعة بطبيعتها مع قطع النظر عن تربية النفس، إذا شخص يربي نفسه لا يبتعد عن هذه الأخطار، الشجاعة بطبيعتها أرضية خصبة لمجموعة من الصفات القبيحة والأعمال السيئة. منها أولا الظلم. الشجاع أقرب أن يكون ظالما من الجبان إذا لم يلتفت إلى نفسه، إذا لم يكن نبيها يظلم. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: آفة الشجاعة البغي، ظلم.
يظلم أهله، يظلم أقاربه، يظلم أصدقائه، إذا صار صاحب مقام منصب يظلم من يكون تحت سلطته، ظلم. إذا كنت شجاعا انتبه، أنت معرض لهذا الخطر أكثر من غيرك، عندك قابلية تعرض للظلم. ثانيا، قلة الأدب. الإنسان الشجاع بطبيعته يكون قليل الأدب مع الناس، يتصرف بعنجهية مع الناس، بتكبر. التكبر يأتي بقلة الأدب بطبيعتها طبعا. إذا الشخص لم يكن نبيها، إذا كان منتبها لا يربي نفسه، يتكلم كلام جارح من دون اهتمام. ثالثا، قسوة القلب. الله أكبر من قسوة القلب، هذه المدمرة. ليست المدمرة لدنيا الإنسان فقط، المدمرة لآخرة الإنسان. قسوة القلب إحدى البلايا الكبرى في الدنيا للإنسان، قسوة القلب. قسوة القلب تعترض الشجعان أكثر من غيرهم. الشجاعة أرضية لقسوة القلب، فانتبه، كن شجاعا. لا نقول لا تكن شجاعا كي لا تصبح قسي القلب، لا، كن شجاعا ولكن انتبه. رابعا، التهور من الصفات القبيحة. التهور تعترض الشجعان أكثر من غيرهم. خامسا، ترك التقية الواجبة. التقية أحيانا تكون محرمة، إنسان لا يعمل بالتقية، التقية المحرمة. أحيانا تكون التقية مكروهة، أحيانا تكون مباحة، أحيانا تكون مستحبة. تريد أن تترك التقية في هذه المجالات لا بأس. أحيانا تكون التقية واجبة، انتبه. الشجاع كن شجاعا ولكن انتبه، الشجاع يتعرض لترك التقية الواجبة أكثر من غيره. الشجاعة هي القاعدة العامة، الأصل الأولي حسب تعبير العلماء، كقانون عام. كن شجاعا، هذا أولا، هذا ربع الحديث. الربع الثاني، الشجاعة أرضية لصفات قبيحة وأعمال سيئة، انتبه. بقي ربعان للحديث عن الشجاعة، نتركهما إلى وقت آخر. هذه الصفة الشجاعة عندما تذكر، أول ما تقول الشجاعة، أول ما تتكلم عن الشجعان، أول اسم يلوح في أفق الشجاعة هو اسم مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أصلا اسم أمير المؤمنين، أسماؤه، أصلا أسماؤه تترشح منها الشجاعة، أسماؤه تعطي بطولة، تعطي قوة. اسم علي، هذا الاسم يعطي قوة، يعطي بطولة، يعطي شجاعة. المطبرون ماذا يقولون؟ يقولون حيدر، هذا الاسم أصلا لأنه منسوب إلى أمير المؤمنين، اسمه يعطي قوة، يعطي بطولة. مواقفه البطولية، الشجاعة، حدث ولا حرج، في الخندق، في خيبر، في بدر، ليلة المبيت، ليلة الهرير، اذكر ولا تنتهي. هذا الاسم الأول الذي يلوح عندما تذكر الشجاعة. الاسم الثاني الذي يلوح عندما تذكر الشجاعة اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه.
بطولاته في يوم عاشوراء، في هذا اليوم القصير، في هذه السويعات ظهرت شجاعة لسيد الشهداء ما ظهرت قبلها لأحد ولن تظهر لأحد من بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحيح أن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام شهرته العامة بمظلوميته، مظلوميته هي الصفة التي طغت على بقية صفاته العظيمة، ولكن شجاعته في يوم عاشوراء ما كان لها نظير. يوم غد، اليوم 24 من شهر رجب، يصادف ذكرى عظيمة لموقف شجاع عظيم لا نظير له في تاريخ البشر، موقف عظيم لا ينسى في تاريخ الإسلام، لا يمكن أن ينسى في تاريخ الإسلام. هذا الموقف هو فتح خيبر على يد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بسبب الحروب، بسبب الإثارات التي أثارها اليهود ضد المسلمين، اشتركوا في حروب، نقضوا العهود مع المسلمين، المسلمون حاصروا قلاع خيبر، وطال الحاصر. في البداية كان عندهم أمل، قوة، شيئا فشيئا الأمل ضعف، القوة النفسانية ضعفت، هجموا، رجعوا خائبين وتركوا مجموعة شهداء، هجموا مرة ثانية ورجعوا وقائدهم يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، هجمات عديدة حتى بان الانكسار في وجوه المسلمين، الذلة خيمت على قلوب المسلمين، خلاص سوف نرجع خائبين خاسرين أذلاء، واليهود في قلاعهم مطمئنون بشجعانهم بمرحبهم. اليهود في قمة الراحة النفسية، النصرة مخيمة على رؤوسهم. في مثل هذا اليوم، بعد أن خيمت الخيبة على قلوب المسلمين، في مثل هذا اليوم فجر رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة، قال كلمة من مصدر قدراته، هذه الكلمة التي سجلها أعداء الإسلام، سجلها النواصب كما سجلها المؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. صلى على محمد وعلى محمد. أعداء أمير المؤمنين سجلوا هذه الكلمة، أعدائه، أعدى النواصب، أشد النواصب ضد أمير المؤمنين سجلوا هذه الكلمة، اشرابت الأعناق، استدارت العيون، من هو هذا الشخص الذي تكون فيه هذه الصفات الاستثنائية، هذه صفات الصديقين. هذا الكلام كان في مثل هذا اليوم، في يوم غد. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله أين علي، فجاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فأعطاه رسول الله الراية
ما نزل أمير المؤمنين إلى الميدان إلا وخيمت الذلة على اليهود. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خرجوا إليه يقاتلونه، أرداهم، خرج أبطالهم أرداهم، خرج أخو مرحب أرداه قتيلا، فخرج إليه ذلك البطل مرحب الذي كان يعد بألف فارس، ما مضت إلا لحظات إلا وأرداه أمير المؤمنين صريعا على الأرض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هربوا إلى داخل قلاعهم، أغلقوا الأبواب، خلص هذا الشخص لا يمكن أن يجابه. هنا صنع أمير المؤمنين ما لم يعهد مثله في التاريخ، لا من قبل ولا من بعد ولن يأتي مثله. جاء إلى ذلك الباب الكبير الذي كان يحتاج فتحه إلى أكثر من 20 رجلا قويا، أخذ الباب وقلعه من مكانه. صلى على محمد وعلى محمد. قلب المعادلات. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أنا أقول الله لا يقول، إلى جهنم. تريدون أن ترتدوا عن الدين، أن تنحنوا عن رسول الله، تبتعدوا عن رسول الله، ابتعدوا. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. شهر رجب شهر أمير المؤمنين، نتعلم من أمير المؤمنين الشجاعة، نأخذ الدرس تعلما فقط لا عملا. لماذا الإنسان يكون جبانا خوفا من الأجل؟ الأجل لا يقترب، كن على يقين كلام الله عز وجل. خوفا من أنه يقطع رزقك، يقل رزقك، كن على يقين رزقك تأخذه، يأتيك حسب كلام أمير المؤمنين، فإن لم تأته يأتيك. خوفا على أن ينزل عليك ما لم يقدره الله سبحانه وتعالى لك، لا ينزل عليك. تريد أن تبتعد، أن تبعد عن نفسك شيئا قدره الله عز وجل لك، لا تتمكن. الخوف من ماذا؟ هذا أولا. ثانيا، كن شجاعا ولكن انتبه للأخطار التي تتوجه إلى الشجعان. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بهذا الشهر الذي هو شهر أمير المؤمنين، هذا الشهر المبارك، أن يجعلنا ممن يقتدي لسانا وعملا بآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أني أسألك صبر الشاكرين لك، وعمل الخائفين منك، ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير، أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله، وامنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.